الجزائر تنجح في استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب بعد التقرير السنوي لسنة 2017 الذي أصدره مكتب مكافحة الإرهاب التابع لكتابة الدولة الأمريكية وللكونغرس، حيث أشاد على جهود الجزائر في القضاء على التنظيمات الإرهابية من خلال الأرقام التي نشرتها القوات المسلحة لوزارة الدفاع الوطني وعدد الإرهابيين الذين قتلوا وأسروا واستسلموا، وكذا الأسلحة التي تم ضبطها والمخابئ التي تم تدميرها. يضيف التقرير على جهود الجبارة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي واستمراره في الضغط على الجماعات الإرهابية ومنعه من التجول داخل حدوده من أجل أمن البلاد. وسجل التقرير بعض العمليات الإرهابية العام الماضي والتي تبنتها بعض التنظيمات الإرهابية تمثلت في الهجمات على قوات الأمن باستخدام متفجرات والألغام المزروعة. في الجانب المتعلق بأمن الحدود، أشار التقرير أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لحدودها، نجدها تقوم بالتنسيق القائم مع تونس على طول الحدود، حيث أنشأت خندقاً وسياجاً على طول الجزء الجنوبي لحدودها، كما وضعت جداراً إسمنتي على طول حدود المغرب، وتستخدم تقنيات المراقبة الجوية إضافة إلى مراقبة المسافرين في الرحلات الداخلية والخارجية. وتشير كتابة الدولة التي يرأسها مايك بومبيو على الصعيد الدبلوماسي أن الجزائر ملتزمة بخصوص التعاون الدولي والإقليمي لصالح السلم والأمن، حيث ترأس اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق السلم في مالي وتدعيم المسار الأمني في ليبيا. إذن في ظل الأزمات الدولية والاستقرار الذي تشهده بعض الدول، الجزائر تصنف كجزيرة أمن يحتذى بها العالم بفضل الضربات القوية والجهود المستمرة للجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب.